يا أيها الإخوان، الإيمان هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الإيمان، ومن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس بمؤمن. وأول الحكايات الإيمان، والإيمان حب النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري، حضرة إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. المؤمنون هم الذين يحبون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب من ولده ووالده والناس أجمعين. فهم المؤمنون الكاملون وعملوا الصالحات من يعملون على السنة. الصالحات والسنة، والحمد لله نحن أهل السنة. نحن نودون الفرد، نحن نعملون الفرد، ولكن لا نقول نحن أهل الفرد. أمين. ونقول نحن أهل السنة. أمين. ما شاء الله. لطف الله تعالى حب النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحق وهو الصبر. رزقنا الله تعالى وإياكم العمل على هذه السورة والفوز في الدنيا والآخرة. آمين. یہ کہہ دیتا ہوں، مقرر تو بہت ہیں مگر سارے مقرر کلیم نہیں. مقرر تو سب ہیں مگر سارے مقرر کلیم نہیں. کلیم تو پھر کلیم ہے، ارے بولے پھر بھی کلیم ہے، نہ بولے پھر بھی کلیم. بے شک بے شک.